الدرج اللي يطلعوا في القد في الطلعه تاع الدرج كاين مقاري من بعد جا لقرع زيدان كاين كذلك احداها الجلالي كي تجي طالعه كاين لقرع بن سعيد وكاين لقرع سعيد هنايا نحبس شويه عند بلقندوز شكون اللي ينسى صغرو وينسى حومته القديمة ما ينساهاش القبر تبقى في عقله عايد بن قدوز هذي مات هو الله يرحمه اللي عنده مو ولده محمد عنده المهدي اللي مات الله يرحمه ويغفر لنا وله وعنده الحسين وعندها نظن ربعة الشيرات زوجهم عايشين في الخارج الله يطول في أعمارهم واللي مات الله يرحمه ديما وانا حمتي راس العين وانا حمتي راس العين راحتو ما بقاتش هدمت وطاحت من بعد كاين بالعيفة بوبكر عندها الطاهر وعندها رزقي من بعد نروحوا عند الهناوي الهناوي اللي عندها الجلالي وهني هنايا ندخلوا عند السكنه تاع الجرار العياش شكون اللي ينسى صغرو وينسى حومته القديمه ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما وانا حمتي راس العين وانا حمتي الجرار العياشي هو انسان طيب كاع الناس تحبه الله يرحمه ويوسع عليه ولده اللي عنده كمال عنده موسى عنده اسماعيل وعنده رابح وعنده زوج شيرات الله يطول في اعمارهم هذا العياشي حكوا لي عليه جماعه هنايا قال لك انسان طيب بزاف 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 كاع انسان زين كاع الناس كانت تحبه واحد وبقى دمعة في العين ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح ذكريات كي كانت راس العين وكي ولا راس العين خلات والصورة تهدم من بعد نروحوا نهولوا فني عند بالحيرش من بعد دايري صالح اللي عندها ربع اولاد كاين ثلاثه موتى مساكين وشيره من بعد نروحوا عند القصوري صديق اللي كان امام الله يرحمه ويرحمه وشد له في ولاده عندها ثلاثه تاع الشاشره وثلاثه ولا اربع شيرات كاين الشادلي اللي عندها ولدها بي وعندها براكي وعندها معمر والغرسد بل ما بقى في الارض خضار شفت راس العين وبقيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع اولاد الجار طبعا اللي عنده الولد الكبير معمر واحد اخر هو احمد من بعد نروحوا للميلود من بعد الهواري قاسم حمو الطيب وثلاث شيرات هنايا اللي ماتوا الله يرحمهم الميلود الحق وهواري وقاسم حبابي بزاف بزاف ساكن الله يرحمهم ووسع عليهم واللي باقي حيين الله يربي يطول في اعمارهم ان شاء الله يا رب العالمين وتفكر خاطري جماعتي مع اولاد الجار جالس حتى بقيت وحدي نتكلم راس العين علاش وليتي قفار كنت بكري مشهوره كما يلزم من بعد رجعوا للسكنه تاع عقيد لاياك من بعد كاين بوزيدي اللي عندها مداني مصطفى وهراني سي عامر بوزيدي سي عامر هذا هو مجاهد عنده مداني مصطفى وهراني من بعد بوشيشة عامر
من بعد كاين حداه في الكنيس كان دقيه ونزيدو حمادي حداهم كان بركان او هنا تحت كان راس العين علاش وليتي قفار كنتي بكري مشهوره كيما يلزم بنيان محصن باني نهبط تعبار وزير الشريف الطاكسيور الشريف الطاكسيور هذا اللي كان يسكن في التيران لو بون جو كرو التيران جير بوندون ومن بعد شرا منا لك اجا هنايا كاين عندها طاكسي يدير عمي موسى وهران وهران عمي موسى الله يرحمه ويوسع عليه ولاده الله يشد لنا فيهم ان شاء الله يا رب العالمين. هذه هي الجهه بقاو جهه الدرج الاولين تحت الطلعه هذيك الاسبوع الجاي ان شاء الله نزيدو نكملوها. بيوتك الضاوية بيوتك الضاوية وغاشيك منعم شحال فوتنا فراح وعراس وتكسار القصبة والشيوخ غاصي متلايم والبرحة متناقرين غير القدار وغدوة إلى سقساني ولدي إلى سقساني ولدي واش غادي نقول له هذه هي الجهة بقاو جهة الدرج الأولين تحت الطلعة هذيك الأسبوع الجاي إن شاء الله نزيدو نكملوها. ولا يا وليدي كانت حومة هنا يسموها راس العين وراحت وما بقاتش بقات غير دمعة في العين.